أهلا وسهلا. بدو يجي نهار نزد كل الكتب مالن قيمة. يا لب الألباب يا أولي الألباب، الكتاب خير جليس، كتاب واحد كف عصاية، بس وقت بتعرف تمشي ما بدك عصا. لحوه له الكتاب، طبيعة اللي ما فيها إنسان بعد طبيعي، مطرح ما فيت الإنسان. نعم. فإذا الحل عن الناس معزلة، فوتوا هلأ في إنترنت وإنترنت وفي كتاب، وإذا لقيت ببلدك اثنين ثلاثة مثلك ما يكونوا أكثر، ما يكونوا أكثر. نحن هون كل تنين منلتقى، أوقات منغير ثلاثة أربعة حسب ظروف الأخوة والخيّة. ناس بيعرفوا 1%، ناحية 5 6 7. معلمنا كلنا محمد كيلاني ما بيحكي كتير، وشايفنا أموين. ولكن إن شاء الله بس أقعد بالمغارة تصيروا يجوا اللي حقيقة تركوا العالم والدنيا، ما بدي منكم شيء أبدا. ما معناته جايين تعيشوا معي، لا، جايين تدفعوا ماديا أول شيء، ما بدي شيء بلاش. اللي بتدفع حق الصرمية 3000 دولار والعوينات 5000 دولار، وبتقلي أقرأوا الكتاب إذا عجبني أشتري أو بعدين بتردوا، ما بدي إياكم، أنتوا أموات. بدي اللي عارف بدي يحط كل ماله مثل ما عمل معروش. قالوا له نحن فقراء، هيك كل مويل. طيب عملوا جنة بالأرض، وهيك عملوا جنة، وهيك في 100,000 كتاب هلأ ما بقى تقدر تعرف. From medication to meditation، من الدواء إلى الفناء يا حبيب قلبي. وأكلوا سكر، حط حلو عندهم تمر، ما ذبح، ما في ذبح، ما في سمك، ما في بيض ديك مع الدجاج، لا. ولكن ما في شيء قالوا منه، منه ساكن بقلبنا كلنا، بتقرأ وبتسكر فيه. عشان هيك بيقول عن الجسد هو الروح الخارجية. يا حبيب قلبي من جسدك بتبين روحك، ببين الساجد شو عامل بهالإناء من الخارج. انت الأواني والمعاني، هتشتري أجمل كباية وأجمل وأحلى خمرة، اشرب الخمرة ورمي الكباية. هذه كباية إناء بدها ترجع التراب. ولكن في طرق كتير لازم نعملها، يوغا، تأمل، دايناميك ميديتيشن، طرق خلق الخالق، طرق بعدد ما خلق من خلق، حتى تفوت على المدينة. بس تفوت على المدينة ما بدك ولا طريقة، خلاص انت المدينة. اقرأ بس ربك الذي خلق، ترجع بتطلع من تاني باب ما في كلام. هيك انا ومحمد كيلاني بنقعد ما في كلام، سيب الاسواني قطعت رح نحشه. أحلى واحد بالأمة العربية بيكم محمد كيلاني. أنا بمد إيدي وبعرف إنه بس آكل سكر فات التمام، بس أتعشى من بعد الساعة 6 7 ما يفوت شي عتمنا أبدا، وما في فواكه من بعد الظهر أبدا. أنتوا جربوا وشوفوا، انتوا اختبروا. ما تاكل فواكه 30 يوم، خذ فواكه ونام، شوف اذا فيك تقوم. بيجيك اول شيء وجع، يا الله يا الله اشوي دخيلكم، ايه مزبوط لاني اكلت فواكه، يا الله يا الله. وقف الالبان والاشبان، كل البان واشبان ونام. شو هالساعة اللي شو هالبلغم، هيدا جسمك، هي المختبر، اختبر انت. ما تصدق حدا. نظف البيت وبعدين كب زبالة، شوف شو بصير. شو هيدا الوجع هون بإجري، يا الله وين هون؟ ايه 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 هون نقطة الكلى. مظبوط. صوم 24 ساعة، 36 ساعة، 48 ساعة ما تاكل. اشرب ماء، زعتر شرب.
بصير الجسم يمتصه وبيأكل المرض. يلا 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 ما بتعطي أكيد ما بتغذي المرض. المرض شو بدي يعمل؟ بيأكلوا بعضهم وبتقوى الطاقة القوية اللي فيك. صوم وتصح، صوم عن كل ما هو دون الله يا حبيب قلبي. كل 4000 سنة بيرجع الإنسان بيوقع بالجورة وبيطلع، لأن ليك الأنتيبيوتيك المضاد الحيوي عملوه من شي 30 سنة 25 سنة سنة 85. هلا رجعت لا كل أكل طبيعي من 4000 سنة كل أكل طبيعي. بعدين رجع المسيح صلي إيش بدك بالصلاة دخلك الله يرجع الدكتور الفيلسوف البروسيفور الاستاذ ولك يا خيي وين الطب الإنساني؟ وين راح أبو قراط وسقراط وكله؟ طلعوا بس بكل وسائل الإعلام الأمة العربية تحتار، ما في وسيلة إعلام بتحكي أخلاق بتحكي علم قلقلة وعنعنة. برمضان برنامج بدي يكون على وسائل الإعلام اللبنانية فرجوني يوم هم بين فخضة وهم بين هيك اللي بتقعدك برمضان. هيدا رمضان نقعد بالأكل كل النهار دخلك ما تحكيني وعشي مننبج ونضلنا ناكل يلا يلا وقف وقف شو رجع يقومنا به صوم رمضان 24 ساعة على مدار الحياة. مش انك تقعد بالأكل. صوموا عن كل ما هو دون الله، عن حواسنا كلها اللي بتزني اللي بتغلط اللي بتكذب. وين موجودة؟ مش بأمة العرب. ما تجربوا إذا موجود واحد اثنين بس أنا ما شفت ولا معلم عربي مثل أوجو مثل ميتشو وغيرجيف. ما شفت، أنا عشت معهم وشايفتهم يعني نادرا ما تلاقي. بس يعرفوا إنه هم مسلمين أول ناس بتقتلون المسلمين. يقول لك هيدا ضد الإسلام، هيدي كافرة مريم نور. فكرة بحط لكم الرسائل اللي بتجي كيف بده يهدر دمي وكيف تشك علي وعمل مستندات كلفوا كتير إنه ميتشو كوشي أو الأوشو كله دعارة وصورهم كيف عم بينيكوا. ومين أحمد ومحمد وعباس وعلي ما معنيت المسلمين وحدهم بس في 95% هونيك مجرمين نحن 99%.